قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله عصر هذا اليوم خلال زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة مجلس عزاء المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حيث اعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته الى اخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه واشقاء وانجال فقيد الجميع وكبار افراد عائله ال نهيان الكريمه داعيا المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائله الكريمه جميل الصبر وحسن العزاء واستذكر حضره صاحب الجلاله حفظه الله بمآثر ومناق بالفقيد ودوره وجهوده رحمه الله في بناء دوله الامارات العربيه المتحده وتطورها في جميع المجالات وخدمه شعبه وامته العربيه والاسلاميه واسهاماته مع اخوانه اصحاب الجلاله والسمو في توطيد اركان مسيره مجلس التعاون لدول الخليج العربيه سائلا الله ان يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لاكمال مسيره التقدم والنماء لكل ما فيه خير وازدهار دوله الامارات العربيه المتحده وشعبها الشقيق